السلام عليكم ورحمة الله وساسي، كديرين بركة وشركم، رمضان مبارك، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. أنا جيت اليوم عند عطار المعتمد عندي اللي كنجي عنده ديما، تبارك الله عنده سلع زوينة في جوهرة سيدي مؤمن. شنو المسائل ديال العطرية اللي خاصنا في رمضان وهداك المسائل ديال السلو؟ تبارك الله عنده سلع زوينة. جبتكم أنا، جيت نتغدى هذا الصباح وبغيت نساريكم معايا وتشوفوا الأجواء. كامل البلدي تبارك الله غزال، مسكين كبير. كاين العطار كثار هنايا زوينين في جوهرة. إعلان ضروري، غادي ناخذ إعلان كندير منه في السلو، كندير منه حتى هكايا الحسوبه. صحي راكم عرفتوه مزيان العظام الكبار والصغار. كمون زلجلان، كاين المنقي، كاين اللي بلا نقا، كاين البلدي، كاين الرومي. والاسمنه ما بغيتش نقولها لكم لان الاسمنه كتختلف على حسب الجوده ديال كل حاجه. فمثلا زجلان راه فيه بزاف الانواع، اللوز فيه بزاف الانواع، ما يمكنش غادي نحدوا واحد الثمن. كيبدا من 400 حتى من 100، زعما 20 درهم حتى ل 40 درهم. الصراحه انا ديما كنتقدم من عنده، لا انا ولا الوالده ولا خواتاتي، انا عارفين السلعه ديالو ديما جديده وزوينه، لانه المحل ملي كتكون عنده السلعه دائما ماشيه وعنده الكليان بزاف، عارفوا بانه دائما عنده الجديد. ما تبقاوش تمشيو عند العطاره اللي كيكون عندهم الكليان قليل ولا سلعه قليله، عارفوا راه ما كتكون داك الشيء قديم. هانتوما ما تبارك الله. السلام عليكم سي عزيز، كي داير؟ بخير، مبروك عواشرك. ايوا جينا نتقداو السلعه تاع السلو العطريه. هانتوما كيقدم لكم التمر المجهول، البرقوق، هذا البرقوق، ها التمر واللوز. ايوا بدينا بالعطريه دابا، غناخد دابا المسائل ديال السلو. اشنو غنحتاج للسلو سي عزيز؟ السلو واش كنحتاجو فيه؟ اللوز، واشنو اللوز؟ التفاح، حبه الحلاوة، زجلان، 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 البوزة، المسكة، شنو القرفة. كاين اللي كيدير فيه الشعير، راس الفورس كيديرو الشعير. ثم تلقاو عنده حتى الكاوكاو مفسخ. الصراحه انا ما كنديروش في السلو، كندير زجلان بزاف، وكندير الصوجا ايلان، كنديرو بالشعير. داك العام درتو بالشعير، جا زوين تبارك الله. الانسان يقلب على الحاجه اللي صحيه. وباش زوين كتاخدي من عنده السلعه كتحمريها وكتجيبها ليه هو يطحنها، وكيخلطوا لك هو وكيقادوا صافي. تقدري تصاوبيه في يومين ديالو، في نهار ديالو تصاوبيه. ايوا سي عزيز مبروك عواشرك. مرحبا. ها انتما عزيز اللي بغيت تقدا يجي عنده. مرحبا بك. كيدير اسمنه مناسبه الصراحه، وسلعته زوينه. ايوا خوات ساسي مبروك عواشركم، وباش ما تمنيتو، ورمضان مبارك بالصحه والسلامه، والله يبعد علينا هذا البلاء، وان شاء الله يرزقنا السلم والسلام في بلادنا الحبيبه. السلام عليكم.